فكرة هذا البرنامج أنه ألتقي بمجموعة من القيادات الوسطى في الحكومة يتبادلون الخبرات ووضع حلول للمشكلات الإدارية اللي صادفونها في وزاراتهم أو مؤسساتهم. مثل ما احنا نعرف ان الإدارة الوسطى هي الفئة أو المحرك للعمل في أي جهة حكومية سواء وزارة أو هيئة، فلذلك احنا حريصين دائما أن يكون في كل دفعة من دفعة القيادات مثل هذا اللقاء مع شخصية مهمة مثل سعادة الوزير محمد المطور. تعرفنا اليوم على تاريخ برنامج عمل الحكومة، وأنه هو يتكون من تكليف خطاب جلالة الملك، وكيف المؤشرات والتقارير تقايس مدى تأثير هاي الخطة وبرنامج عمل حكومي.